أنا عزفت على بيانو. الله. لأنه أيوة. فيه كل السلم الموسيقي والأكتافات كاملة من أولها لآخرها. يا سلام. العود طبعاً العود أنا ما أقدر أتكلم فيه، لا أتكلم عنه أساتذة وأباطرة في هذا المجال طبعاً. يعني لكن الأورج حلو أو البيانو هويته وأعزف كويس يعني، هو اللي بيساعدني في الحان. متمكن في العزف؟ أنا درست في الكونسرفتوار في باريس في وقت دراستي للماجستير في باريس، أخذت 3 شهور تعلمت النوتة فيها. يا سلام. وأبشرك نسيتها. يا سلام.